تحية لي أعزائي التلاميذ. حصة اليوم هي مجهة للتلاميذ ديال الجدع المشترك هو أولى باك. تعلق الأمر هنا بالمتراجعات باستعمال القيمة المطلقة. إذا سنتحدث في هذا الفيديو بالعربية والفرنسية. إذا أعتقد هذه البارتي 2، كنا سبق درنا لابارتي 1، تكلمت على نفس الموضوع إينيكواسيون أفيك فالور أبسولي. قبل ما غادي نشرحوا غادي نديروا ان بتي رابيل اللي غادي نحاولوا فيه نجملوا فيه الحالات اللي كاينه ديال لي زينيكواسيون اون يوتيليزون لي سيمبول بلو غران او يال انفيريور او يال ستريكتومون سوبيريور ستريكتومون انفيريور. اذا على بركه الله اذا ان بتي رابيل دونك اون فا انفيزاجي 4 كا دون سو تابلو genre et la solution. Donc, premier cas, on a la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a. Et donc, il y a des choses qui sont très importantes, c'est-à-dire que c'est un rhum qui est plus grand ou plus grand. Donc, dans ce cas, l'ensemble de solution de a, c'est un peu en compréhension, ou bien, parfois, on utilise les intervalles. Donc, x compris ici entre moins a et a. Donc on peut utiliser l'intervalle comme solution, comme ensemble de solutions. Donc x appartient à l'intervalle moins a, a, fermé. Mais qui est inférieur ou égal, donc il est fermé. Deuxième cas, on a ici la valeur absolue de x, on a strict. يعني أصغر قطعا من A إتنفيريور ستريكتومون إنفيريور A. دونك هنا الانترفال X بأن كومبريونسيون غادي تكتب موان A A X يكومبري أونتر موان A إي A. هنا الانترفال أوفير موان A A يعني مفتوح من الجهتين. أحيانا يكون عندنا مثلا أصغر من أو يساوي من جهة A على اليمين وأصغر قطعا من ناقص A جهة اليسار. إذا هنا بمعنى غادي يكون سومي أوفير بمعنى مغلق من جهة A ومفتوح من جهة ناقص A. تروازيام كا عندنا فالور أبسولي دو إكس إي سوبيريور أو إيكال A. دونك هنا أكبر من أو يساوي. دونك هنايا كاين إما x غادي يكون أكبر من a أو x أصغر من ناقص a. دونك هنا باش نعبروا عليها باستعمال لي زانترفال نقولوا x أكبر من a union ولا نكتبوا او union. دونك هذاك لو او رومبلاس لو سيمبول union. x أكبر من أو يساوي دونك قلنا x أكبر من a أو x أصغر من ناقص a طبعا يساوي. هنا إلا استعملنا لي زانترفال غادي نقولو x أكبر من أو يساوي a دونك إلي سوبيريور إيكال a دونك إلي فيرم. دونك x بمعنى لانترفال غادي x أبارتيان أن لانترفال a يعني فيرمي من جهة a بلوس لانفيني. دونك راه مفتوح من جهة بلوس لانفيني. أونيون x appartient à l'intervalle يعني هنا أصغر من أو يساوي ناقص A. إذن من ناقص A مبلع فيرمي جوسكا موان لانفين. كاتريام كا x la valeur absolue de x est strictement supérieure à A. دونك هنا في هذه الحالة كيكون عندي إما x أكبر من A supérieur strictement supérieur à A و x est strictement inférieur à moins a. Donc, on a l'estimation des intervalles. X, mais qu'on dit strictement supérieur à, donc a, mais j'ai compris, non compris. Donc, radical l'intervalle, me ftouh min jihad a. Min jihad a, il a zayed, zayed la nihaya. Union, l'intervalle, x, هنا قال لك ستريكتومون انفيريور موان ا دونك غادي يكون مفتوح من جهه ناقص ا في اتجاه ناقص لا نهايه.
nous allons traiter un exercice d'application. Là, cet exercice fait une équation. Donc, on va résoudre une équation dans R. هذه نحلوها في مجموعة R. إذا كما تلاحظوا هنا عندنا إن دوبل إن إكواسيون. دونك عندنا لا فالور أبسولي دو موان إكس بلس 5 ستريكتومون سوبيريور أ 3 إي ستريكتومون إنفيريور أ 5. دونك باش غادي نحلو غادي نحاول نستعمل دو ميثود. لا بروميير ميثود أنتم غادي تشوفوا لا ميثود اللي غادي تجيكم سهلة. غادي نستعمل دو ميثود بور ريزود سيت إن إكواسيون. سيت دوبل إن إكواسيون. غادي نحولها بحال سو فورم دان سيستيم ولكن بمجهول واحد. سيستيم افيك اون سول ان كول. اذن على بركة الله. اذن بريم ميثود. اذن هذه غادي نديكومبوزيها. يعني هنا غادي غادي اما ناقص اكس لا فالور ابسولي ديال موان اكس بلس 5 ستريكتومون سوبيريور 3 نحلها بوحدها. ثم غادي نمشي عاود نحل المتراجعه لا فالور ابسولي ديال موان اكس بلس 5 strictement inférieur à 5. يعني كل وحده كنحلها على حده داكو ومن بعد غادي نلقى يعني كل وحده غادي نلقى لها لونسوم دو سوليسيون ديالها لونسوم دو سوليسيون ديالها ومن بعد كنديروا الانترسيكسيون. دونك غادي نديكومبوزيها سو فورم ان سيستيم ايت ايغال. دونك وفي نفس الوقت غادي نستغل النتائج ديال لو طابلو اللي عندي في هنايا. اذا من كنقول الحالة الأولى القيمة المطلقة لناقص x زائد 5 أكبر قطعا من 3 أو نقول لا فالور أبسولي دو موان x بلس 5 هي ستريكتومون سوبيريور أ 3. هنا إلى رجعت للطابلو فين غادي نكون؟ واش الحالة الأولى الثانية الثالثة الرابعة؟ دونك عندي هنا ستريكت دونك غادي نهتم فقط بلي ستريكت و يعني انفيريور ستريكتومون. يعني هنا كاين لا فالور ابسولي اي ستريكتومون سوبيريور فين كاينه؟ اذا كاينه في لو كاتريام كا. دونك في لو كاتريام كا لا فالور ابسولي دو موان اكس بلس 5 اي ستريكتومون ا 3. دونك راني في لو كاتريام كا. دونك غادي يكون عندي لونسوم دو سوليسيون ديالها غادي يكون عندي لونيون ديال دو انترفال. داكوغ اذا لهذه الحاله سميناها ا. دونك سي ليكواسيون ا. بالنسبه للحاله الثانيه دونك قلنا ديكومبوزينا دونك هنا غادي نستعمل هذه الاولى هي هذه. دونك الدوزيام غادي يكون عندي لا فالور ابسولي دو موان اكس بلس 5 اي ستريكتومون انفيريور ا 5 يعني غادي تبدا من هنا. داكوغ دونك هذه فين غادي تكون؟ اذا هذه غادي تكون عندي الدوزيام كا. إذا هنا غادي يكون عندي واحد لانترفال x كومبري اونت موا ا اي ا. دونك باش نفهم باش من نمشي نحل الامور ما باش ما تشعبش عندي الامور بزاف. دونك هنا سي لو كا ديال بي هي لو دوزيام كا. اذا غادي نمشي نقول هاد كيما راكو هنا نمشي نقولها في صفحه اخرى وندير الحل بحال هكذا نمشي سو فورم دان سيستيم حتى الاخر ونلقى ندير لانت يعني غادي نلقى كل متراجعه عندها اونسوم دو سوليسيون ديالها بوحدو ومن بعد كندير لانترسيكسيون ديال لي دو زونسوم ديال لي سوليسيون ديالهم بجوج. يلا على بركة الله. اذا هاد لا دوبل انيكواسيون ايت ايكيفالون ا سو سيستيم موان اكس لا فالور ابسولي دو موان اكس بلس 5 اي ستريكتومون سوبيريور 3 اي هنا عندي اي. دونك هنا هاد لو دوبل راه اي هادي وهادي لا فالور ابسولي دو موان اكس بلس 5 اي تانفيريور ا 5. نرجع للطابلو ونشوف كل حاجه عندها الكود ديالها. اذا حسب النتائج ديال الرابيل دونك موان اكس بلس 5 لا فالور ابسولي دو موان اكس بلس 5 اي ستريكتومون سوبيريور ا 3. دونك هنا باش نفكركم هنا قلنا فالور ابسولي دو اكس اي سوبيريور ستريكتومون سوبيريور ا ا. اذا هنا شنو كتعطينا؟ كتعطينا اكس كبيرة على ا و اكس ستريكتومون انفيريور ا موا ا. دونك هنا اكس بون انا الحسن ندير اكس كبيرة
دونك اكس كبيره هي هذه، اكس كبيره هي اللي لداخل في الجذر. دونك غادي يولي عندي هنا بحال اللي عندي موان اكس بلوس 5 كبيرة على 3 و ولا ندير اونيون بجوج صحاح و موان اكس بلوس 5 ايت انفيريور ا موان 3 داكوغ. اذا هذا هو الحل اللي غادي ندير. اذا على بركة الله، اذا كما قلت موان اكس بلوس 5 اي سوبيريور ا 3 ou ou la union moins x plus 5 est inférieur est strictement inférieur à moins 3. Donc et l'autre, on a le cas la deuxième. Il y a ici x compris à est strictement inférieur à a. Donc on a ici nous qu'est-ce qu'on a x compris entre moins a et a. C'est le résultat qu'on a dans le tableau. داكوغ. دونك هنايا اكس كبيرة هي هذه، بمعنى غادي ندير موان اكس، موان اكس صغيرة خمسة هي اكس كبيرة كومبري اونتر ا هي خمسة، دونك موان سانك سانك. ومن بعد كنستعمل لي بروبريتي ديال لوردر، يعني هنا انا خصني اكس، دونك هنا خصني سو ديباراس، اون دوا سو ديباراسي دو بلوس سانك، دونك اون فوا اجوتي لو بوزي دو de plus 5 à tous les membres pour annuler le 5. Donc, moins x plus 5 compris entre moins 5 et 5. Donc, on va résoudre par ligne. Nous sommes la première ligne. Donc, on a besoin de la x. Donc, on a dit moins x. Nous avons dit moins x. Donc, on a besoin de débarrasser de comme ça. نفس الشيء في او، عندي هنا جوج ديال لي زينيكواسيون، دونك غنحلهم هكا. دونك هنا موان اكس غادي ناجوتي لوبوزي دو 5 ا تو لي مومبر، يعني او دو مومبر، غادي تسانيولا، دونك غادي تبقى لي موان 5 اي سوبيريور اي ستريكتومون سوبيريور ا موان 2. لوتر او موان اكس غادي نزيد هنا، نزيد لها حتى هي موان 5 هاك وهاك، غادي تولي عندي موان اكس اي ستريكتومون انفيريور ا موان 8. On a une double, une équation, la deuxième ligne. Et là, neuf chaînes, on doit annuler le 5, plus 5. Donc, on a ajouté l'opposé là. On doit ajouter l'opposé de 5 à tous les membres de cette double équation. Et là, on a ajouté moins 5, et tout le monde a moins 10 à gauche. Ou à droite, tout le monde a 0. Donc, moins x, tout le compris entre moins 10 et 0. ايكيفالون، ونمشي هكذا بهذه الطريقة حتى للخ، يعني داك الشيء بتدرج. دونك عندي هنا موان اكس ستريكتومون سوبيريور ا موان 2، أنا خصني اكس، دونك هنا غادي ميتيبلي بار موان زان، دونك مين كان ميتيبلي بار موان زان، شنو غادي يوقع؟ غادي نشونجي لو سي لو سونس ديال لينيكاليتي، ديال سوبيريور، دونك غادي يولي عندي انفير، دونك غادي يولي عندي اكس ايت انفيريور est strictement inférieur à 2 ou 9 chez ou un des moins x est inférieur à moins 8 un axe x. Donc on a besoin de débarrasser de le moins le goût d'un x la d'un drop l'inverse d'un moins 1. Donc moins 1 l'inverse d'un ou est-ce que ou moins 1. Donc moins 1 fois moins 1 ça fait 1, 1 fois x x, voilà qui va changer le sens d'un avec le symbole inférieur égal, regardez où il y a dit strictement, regardez où il y a dit x strictement supérieur à 8. Donc moins 8 fois moins 1, ça fait 8. Voilà. La deuxième ligne, on a dit une double inégalité. Donc on a dit moins 10, moins x, 0, on a dit x. Donc on a dit moins 1. On a dit que le moins libre d'un x. Donc on a dit que le moins libre d'un x. L'inégalité. نضرب في موان زان، نضرب المومبر ديال اون ايليغاليتي في واحد لو نومبر نيجاتيف، اش كيوقع؟ دونك غادي تغير لو سين ديال العدد، وفي نفس الوقت كنغيرو لو سونس ديال لينيغاليتي. سيتادير هنا كاين دو ميثود، اما نخلي هذوك لي سامبول ديال انفيريور كيما راهم، ونغير فقط لي بورد، دابا هذاك زيرو غادي يرجع لي يرجع ا غوش،
ou moins 10 من ضربها في موان جي غتولي 10 داكوغ ou moins x est pas blasta, min droba moins z, pas x pas blasta. Donc, on a dit que l'on a dit x, y compris entre 0 et 10. Ah, là-bas, le kit, donc, il y a un salt nihaya. C'est-à-dire, un salt nihaya. L'ensemble de solutions de la première inéquation, x est inférieur à, strictement inférieur à 2, ou x est strictement supérieur à 8. Il a pris une sous forme d'un intervalle. Radin ktib, 2x appartient à la union de deux intervalles, de 2 moins l'infini 2, d'abord 2 ouvert, les nains districts, union 8, il est ouvert au côté de 8, l'intervalle 8 plus l'infini. L'intervalle zaouj, de la deuxième ligne, donc x compris entre 0 et 10. Donc, il y a un district, donc il y a l'intervalle ouvert, j'ai 0, ou achera, 0, 10, l'intervalle 0, 10. D'accord? Donc, il y a l'intersection de l'objet, il y a l'intersection de les axes. Donc, il y a une droite numérique. Donc, la première ligne, il y a noter SA. Donc, on va essayer représenter la droite réelle. 2, on va mettre les bornes, 8, on va mettre 10 plus l'infini. D'accord? Et on va mettre l'ensemble de solutions SA, la première inéquation. Donc, là, on dit x est inférieur à 2. Donc, on va dire 2 moins l'infini. La couleur rouge. Tout le monde dit x supérieur, strictement supérieur à 8. Donc, on dit qu'on dit 8 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ça qui se met où SA, où le ramzoulou l'intervalle, où l'intervalle 2 moins l'infini, union l'intervalle 8 plus l'infini. D'abord, on va représenter l'ensemble de solutions de la deuxième inéquation. Donc, je représente la droite réelle, moins l'infini, plus quelqu'un qui résout dans R. Donc, je vais poser les bornes, 0, 10, et en même temps, je vais poser le 2 et le 8. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut, d'après la solution en compréhension, x compris entre 0 et 10. Donc, l'ensemble est coloré. Et là, la droite entre 0 et 10. Donc, on va d'abord chauffer SB. Donc, SB, on va sous forme d'un intervalle. SB, il y a 0, l'intervalle ouvert, 0, 10. D'abord, on va chauffer l'intersection. Et donc, la droite, la SA, l'ensemble de solution, il y a SA, il y a la première inéquation. La deuxième droite représente la deux. L'ensemble de solutions de la deuxième inéquation. D'abord, on va voir l'intersection, fin qui est carré les couleurs, la couleur rouge. Et donc, on va voir le fond, qui est un F2, donc on a une fin qui est entre 0 et 2. Entre 0 et 2, on va voir le fond. Là, on va voir 0 et 2. On a fin qui est carré, qui est carré, on a plus bio. Ou on a 8. Donc, on a dit, il y a la couleur rouge. Bimana, l'ensemble de solution de l'inéquation, yani l'ensemble final, l'ensemble de solution finale de l'inéquation I, donc, wahada, union, l'intervalle. C'est-à-dire 0, 2, l'intervalle, taban, fait ouvert, 0, 2, 8, 10, l'intervalle 8, 10. D'accord, c'est l'ensemble de solution de l'inéquation. C'est la première méthode. Voilà, c'est l'ensemble de solution qui met. D'abord, je vais dire la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, je vais utiliser la valeur absolue de x. Mais quand on dit la valeur absolue de x est égale
إما تعطينا x فوقاش إلا كان x موجب. طبعا هنا سوبرويا سي x تعطينا موان x سي x إلي نيجاتيف ولا نقولو انفيريور إيكال زيرو. هذا هو اللي غادي نستعملو هنا. إذا نمشيو على بركة الله. إذا لا دوزيام ميثود غادي نحاولو أون سي بيان كو لا فالور أبسولي دو إكس إيكال إكس إكس إلي بوزيتيف إيكال موان إكس إكس نيجاتيف. دونك هاد لا دوبل إنيكواسيون غادي نحلها بهاد الشكل هذا. يعني هنا غادي نحل نطرح الحالات ونمشي هكا في سطر واحد في آل واحد. دونك هذه كتعطيني كما قلت لكم قبيله الا كانت هذه بوزيتيف دونك غادي كاين جوج حوايج دابا لا فالور سري دو موان اكس بلس 5 اي تيغال موان اكس بلس 5 الا كانت هذه بوزيتيف هذه كل هذه بوزيتيف او بيان غادي تعطيني لوبوزي ديالو كما هنا موان اكس موان اكس شنو هي غادي تعطيني بلس اكس موان 5 غادي تولي اكس موان 5 الا كانت هذا الداخل نيجاتيف سي موان اكس بلس 5 ايت انفيريور ا زيرو داكوغ الى ايت انفيريور و ايكال ا زيرو وهنا غادي يعطيني نفسه الى فوقاش الى كان موان اكس بلس 5 اي سوبيريور ايكال ا زيرو. دونك غادي ندير جوج الحالات بمعنى غادي نعتبر هذا يمكن يكون موجب ويقدر يكون اذا مين غادي يكون موجب ويكون محصور بين 3 و 5 اش غادي يعطيني ومين كيكون سالب كيفاش غادي تكون اكس من تكون هذه القيمه محصوره بين 3 و 5 هذا الشيء اللي غادي نعرفوا في اذا على بركه الله. دونك ايتي كيفالون دونك موان اكس بلس 5 سي لي بوزيتيف دونك غادي يكون كومبري اونتر 3 اي 5 كما تبقى موان اكس بلس 5 و الاخرى مين غادي تكون نيجاتيف غادي تولي عندي اكس موان 5 حتى هي غادي تكون كومبري اون 3 اي 5. دونك وغادي نحل هكا نمشي هكا يعني دونك باش يعني دايم كل مرحله وعندها طريقه ديالها. دونك انا دائما عندي انا خصني دائما نلقى اكس فين كاينه انا اضطر نلقى ان لونكادرومون. دونك راه كاين علاقه بين لونسوم سوليسيون ديال واحد ليكواسيون واحد لونكادرومون ديال لانكوني اللي كنقلبوا عليه. دونك هنا غادي نزيد موان 5 لوبوزي ديال 5 ا تو لي مومب. دونك غادي تولي عندي الى زدت موان 5 هنا غادي تولي عندي موان 2 زدت موان 5 ا دروات تولي 0 دونك موان اكس غادي تولي عندي اونتر موان 2 اي 0 او يونيون الى زدت ليها شنو غادي نزيد غادي نزيد بلوس 5 عندي موان 5 دونك غادي نزيد لوبوزي ديال موان 5 باش ندي براسها موان 5 غادي نزيد لها بلوس 5 دونك غادي تولي 0 يعني اكس دونك هاد الجهه غادي تبقى ا دروات تولي بلوس 10 5 بلوس 5 10 والاخرى غادي تولي 3 بلوس 5 8 داكور و فوالا. اذا شرحت انا كاع بعمليه كامله و بلوس 5 اذا هنا زدنا هنا نقصنا 5 وهنا زدنا زائد 5 اذا النهايه تعطينا داك الشيء اللي قلت لكم موان اكس كومبلي اونتر موان 2 اي 0 والاخرى غادي تعطيني اونتر 8 اي 10. دونك هنا اكس ماشي مشكل 8 اي 10 الاخرى عندي موان اكس انا خصني موان اكس دونك غادي نضرب في موان زان دونك موان 2 فوا موان زان صافي 2 0 فوا موان زان سي 0 موان اكس في موان زان صافي اكس ولكن خصني اما نبدل لو سونس ديال لينيغاليتي او بيان لا دوبل انيغاليتي ولا نخلي لو سونس هكذا ونبدل لي بورن فقط وتولي عندي اكس كومبري اونتر 0 اي 2 راه هادشي اللي غادي ندير دونك اكس كومبري اون 0 2 و 8 اي 10 دونك هادو راه عندي سو فورم بحال دي زانترفال اكس كومبري اونتر 0 اي 2 يعني لانترفال 0 2 اوفير اونيون لانترفال اوفير 8 10 داكور. دونك هنا ما كاينش شي انترسكسيون بيناتهم دونك غادي يعطيني ديريكتومون لا يونيون ديال
Donc x appartient à 0, l'intervalle ouvert 0, 2, union l'intervalle 8, 10. Il fait tariq al-khula drna les axes. هنا تيبان بانه ما كاينش شي انترسيكسيون بيناتهم ديريكت دونك غادي يعطيني اس ايتيغال هي هذه لا يونيون ديال دو زانترفال 0 2 اي 8 10 على لي زانترفال اوفر. اذا هذا هو هذه الطريقه الثانيه تبدو انها بعد مخففه على الاخرى. اذا نتمنى اعزائي التلاميذ تكونوا فهمتوا. يلا تحياتي والله يجزيكم بخير.